السلام عليكم الاخوان، نهاركم مبروك وجمعه مباركه. سمحوا لنا الاخوان غبنا عليكم الاسبوع هذا كامل على حساب الاضراب هذا اللي كان السوق ما تيعمرش. وتنساوش الاخوان تعاونوا معنا ودير لنا واحد لايك واحد ابوني القناه. السلام عليكم الاخوان، نهاركم مبروك. سمحوا لنا الاخوان على الغيبه هذه 7 ايام هذه الاخوان على حساب المظاهره اللي كانت. تبارك الله مدوبه السليعه الاخوان من جمعيه العلاجه بتاريخ 2022 شهر جوج في 25. تبارك الله نسول السيد شحال. السلام عليكم اش الكبير، لاباس عليك؟ جمعة مباركة، الخير تيرين اخويا؟ 45 الاخوان 2250. تبارك الله اخوان، شحال من مخروف؟ 4 عيال؟ 4 كربان اخوان. تبارك الله السلعة مليحة، اليوم الغليظة اخوان راه قليل وفي الثمن. تبارك الله السلعة مليحة، تبارك الله الله يبارك. تبارك الله كاين اللي مليح، تبارك الله كاين اللي مليح والزين. تبارك الله، شحال كطلب ديالك شريف؟ شحال كطلب ديالك؟ 48 الله جاب الله. تبارك الله شي العام مليحه، تبارك الله الله يبارك. شي حاجه مليحه، تبارك الله نسول السيد شحال عطاو. خير اخويا لاباس عليك؟ هاني لاباس عليك اخويا، نهاركم مبروك بعدا وجمعه مباركه. الخير شحال عطاك فيها اخويا؟ 48 واش مديتي؟ 48 2400 المشرى، عطاوه 100 درهم تبارك الله. عطاوه 50000 2500 100 درهم تبارك الله. شنو قدر السن ديال السن؟ عسنا الحليب. باقا عسنا الحليب تبارك الله. حول الغيظ راه فيه الثمن دابا. الثمن في اخوان في حول الغيظ كاين الثمن. كلشي ديال البدري راه شويه ناقصه السومه الاخوان. تبارك الله حاجه مليحه. واليوم السلعة راه فيها الثمن على حساب هاد المقاطعة اللي كانوا داروه. تبارك الله الله يسخر خويا سفيان. تبغى تقول النمر ديالك؟ قول النمر اللي بغا شي واحد. 06 53 20 10 22. اللي بغا اخوان بحال هادشي مرحبا الاخوان. ها هو السيد خلاها قال لك عطاو 50 هي اللي عاطينو دابا 100 درهم ديال الربع. الله يسخرك خويا سفيان. لعيب لا والو خرم مليح. لا ما كانش لعيب والو تبارك الله. لا مليح تبارك الله. الله يسخرك اخويا سفيان. وما عطاونيش. تبارك الله الاخوان حولي مليح تبارك الله. مليح راجع السوق تبارك الله. السيد غير بغا يدب وراه ما يستاهلش الذبيحه صراحه. راه هضرت معاه قلت له راه ما يستاهلش الذبيحه. هذا راه الكسيب اللي بغا يكسب. قال لي داب 60000 بالدرهم 60000 3000 درهم. تبارك الله 60000 الاخوان حولي مليح صراحه. شكرا ما يستاهلش الذبيحه. عيد معاه المواصفات تبارك الله الله يبارك. كاين الزين تبارك الله لا المليح تبارك الله ومجدع الحولي. ولا خويا كما قلت لك هو راه حولي مليح وبرعتي السيده اللي خليتي لي وراه ما يستاهلش الذبيح صراحه. هذا الكسيب هذا راه عشاق عشاق. ولكن تقدر تجيب لي شي حاجه اخرى؟ هذا راه ما يستاهلش الذبيح. تبارك الله تبارك الله كاين اللي مليح. لقيت فرحت تبارك الله الاخوان الله يبارك. تبارك الله كاين اللي مليح. الله يسخر لك الله يسخر لك. والله ما الرحمن الله يسخر لي. هو راسه عريان مالو. تبارك الله الله يسخر لك الحاج والله يتمنى لك الشيء اللي بيجيب. كما قلت لكم الاخوان اليوم راه السلعه قليله الاخوان. السلعه قليله بزاف على حساب الاضرابات وهادشي. بنادم خايف ما قالش يجيب السلعه ديالو كسيبتو ما قدرش يجيبها. وبالعيدي كي داير لبس عليك؟ نهارك مبروك اخويا، جمعه مباركه. الخير سالين ابو العيدي؟ الخير سالين؟ 46 46 باش مداه 46 2300 تبارك الله. هما السلعه قليله الاخوان قلنا نصوروا صافي هادشي اللي تبارك الله الله يبارك. والله يرحمنا الاخوان. شنو نطلب؟ الله يرحمنا. هادشي راه غير في الثمن وصافي الاخوان. الخضره كانت ب 60 ولا 80. بعدهم كيستغلوا الوضع هذا ديال بحال هكا ديال الاضراب كيستغلوا الوضع ولا شويه كيزيد الثمن. كان ب 60 ولا 80 باش يتعاون معنا كيزيد الثمن. وحا السليعه يلاه تباعت بدريه زينه تبارك الله. قال تبارك الله غلا من تالينا بالحاج 32 32 1600 باش تباعت 32 تبارك الله غلا مليحه. منين هي؟ من مرقدها؟ منين؟ مرقدها من القصبة التادلة. قصبة التادلة تبارك الله. شحال من راسية؟ شحال؟
11 راس بارك الله. قال لك 32 باش تباعت باش دارت الخير هذا تبارك الله 32 بارك الله يبارك الله يسخر 1600 والخير تو بعتي ولا مازال؟ اشري عزيز الخير بعتي عزيز خويا الخير بعتي ولا مازال؟ هذيك باقا اخويا باقي هادو شحال عطاو؟ 28 وهذيك 28 25 1400 هذه عطاو فيها 25 25 تبارك الله 1250 شحال من راسين يا خويا هنا؟ هادو المزيد هادو 6 هادو 5 تبارك الله هي 11 تبارك الله سلعه مليحه اليوم السوق اخوان راه وراك شويه وصافي السلعه راه قليله تبارك الله الله يبارك الله يرحمنا الاخوان عشان طلبوا الله يرحمنا في الجمعه المباركه واني هما راه السلعه الدوليه اللي موجوده بحال هادشي واللي كاين رغم غلا اذا راه ما قليله سي هشام خويا كيدير لاباس عليك نهاركم مبروك وجمعه مباركه خويا الله يبارك فيك اخويا الخير سالينا هذا وهذا مشري بوحده هذا بوحده شحال اخويا؟ 27 هذا مشري بوحده تا هو خروف هذا شحال خروف ها؟ هذا ب 27 هذا ب 12 هذو ب 40 قال جوج هذه حوليات هذو حوليات 40 قال جوج باش داهم حوليات تبارك الله اللاعات زينه هذا 27 هذا 27 هذا 12 هذا عطاونا فيه 1000 عطاونا فيه 100 درهم عطاوك 2000 2000 هنا الحوليات 100 درهم هنا هذا عطاونا فيه 1000 صغير باقي ما عطاوش لا وبجوج عطاونا فيهم 1000 عطاو 1000 في الخروف الكبير و2000 في الحوليه وبجوج خروف صغير وكبير عطاوهم 1000 ريال تبارك الله سي عبد الرحيم تحياتي سي عبد الرحيم خميني الله يحفظك تبارك الله خير وراه باين على وجهه الله يسخر اخو عبد الرحيم مرحبا تبارك الله الاخوان حل حولي مليح رايك مليح تبارك الله زين تبارك الله الله يبارك عجبني تبارك الله الصراحه خويا كي داير لاباس عليك؟ الحمد لله الخير تالينا خويا؟ هذا الخير المشرى ديالو المشرى 40 40000 المشرى تبارك الله مشرى 40000 اخوان واحد النصيحه المهمه الاخوان كي اللي غيجي غالي هذا ياك تقدر 40 تدي لك حولي مليح ولكن هذا الاخوان راه فيه مواصفات انت في الدمعه والكمامه الدمعه مليح الكمامه الرجال الاخرى ما انت ماشي الدمعه والكمامه كاينه وراه بالنسبه للقد ديالو راه كاين الثمن ولكن راه المليح المواصفات كاين موالي كاين موالي الجب ديالو ما انت ماشي الجب كي داير الحول كي داير تبارك الله السبيطار ولاد فروقين تبارك الله الله يبارك تبارك الله حولي مليح تبارك الله مليح وزين وراه كاين فيه الثمن ولكن راه كيجيكم فيه الثمن الكرة كاين مليح المليح كاين كاين كاع ما كاين هو الثمن كاين كاين مول مليح هذا الدي هذا الثمن هو الزين فهمتي الزين هو اللي خلاها تبت خلاها بس السوم هذه تبارك الله واحد النميره ولا شي حاجه ما عرفتش خليو النميره ان شاء الله قول النمره اخو 06 06 34 34 37 37 04 04 04 اغلى مليح او مليح تبارك الله مرحبا تبارك الله الاخوان وحاس لي عدينا غير هنا في الجمعه على العرشه حسبنا لي الاخوان سنا قاتله 31 اللي طايحه باش طايحه 31 11 خروف المهم الاخوان كاين السلعه في الدار اللي بغاها مرحبا تاد لويه هذه مشريه غير هنا في الجمعه على العرشه السلعه في الدار تاد لوي الاخوان تبارك الله ما عيب والو اللي قالت البرامه كاينه 11 خروف تبارك الله بات واحد فيه حبيبه باري على طراس اللي كاين تبارك الله 11 خروف الاخوان حاليا كاينه في السوق 31 باش طاحت اللي بغاها مرحبا الاخوان كاين شي حاجه في السلعه في الدار تبارك الله اليوم السلعه قليله الاخوان مع الاضراب وتشي السلعه قليله الاخوان تبارك الله نخلص لي عاد النعجه تبارك الله المليح كاليتي نلقى والنيلو شحال عطاك اخويا هنا؟ عطاو 32 32 تبارك الله 1600 اللي عطاو 32 المليح تبارك الله اش داير السنه اخويا هذه؟ كم؟ ثلاثة سيد وحدة رباعية وأخرى يجوا مجموعة من أولو تبارك الله أشو هذا في الأولاد أخويا؟ لا وحدة متاهمة فهي ست خرفان وثلاثة خروفات ست خرفان؟ ست خرفان وثلاثة خروفات وحدة متاهمة وحدة فيها متاهمة تبارك الله مليح تبارك الله والزين والله مرا ميصلة والله مرا قال الجمعية الله تبارك الله كاين الله يجيب لها العشاقة آمين أخويا تبارك الله سلعة مليحة دخلت اليوم الأخوان جمعة العرشة تبارك الله
الله يبارك. لا لا كاين المليح اخويا الله يخليك. بارك الله. لا المليح تبارك الله. المليح راه باقي في باقي شاد التامة. هو اخذتها عندي في الدار. مرحبا تبارك الله. اكسبتي اخويا هذيك؟ اكسبتي. اكسبتي في خير الله. اكسبتي الاخوان تبارك الله. عطاو 32 ولا كاين. تبارك الله السلعة مليحة. شو الوليدات كي دايرين تبارك الله؟ الولاد مزردين. لا ملاح لبس. خويا قول النمرة اللي بغاها شي واحد. 06-28 06-28 23 16-71 خويا فكت سخون في الحد ديال المحرر. حد المحرر الاخوان قال لك باقا اختها شي اللي جاب باقا اختها اللي بغاها. مرحبا الاخوان اتصل بالسيدة النمرة خلاها. الله يسخر لك اخويا. اللهم امين. الله يسخر لك. تبارك الله الاخوان واحد النعجة تا هما جوج نعجات تا هما تبارك الله والدة. غنسولو سي الشريف كي داير لاباس عليك؟ نهارك مبروك وجمعة مباركة، الخير تالين؟ سينال بجاز تبارك الله سينال اللي عطاهم 30 بحال 30000 الوحدة. خرفان ثلاثة وخروفة. ثلاثة خرفان وخروفة. 30000 الوحدة على 1500 الوحدة. أجي غير استنى شري. يلاه جابوا جموع. يلاه جابوا جموع. تبارك الله، يلاه جابوا جموع. تبارك الله أولادهم يخلصوهم. تبارك الله، كاين المليح والزين والتامة شوية راه طايح على الإخوان. تبارك الله الله يبارك. كي جاك الحاج اليوم السوق؟ السوق السوق بعد الاضراب كي جا كي ولا عيان عيان الوقت عيان الوقت قال لك الاخوان تبارك الله. والله يرحمنا شي نطلب الله يرحمنا في هذه الجمعه المباركه شي نطلب الاخوان اللهم بارك. سولوا عبد الكريم خير من عجب برا خا عبد الكريم هشام كي داير اخوه الخير سيرين؟ هذيك عطاوها 11 11000 تبارك الله. كاين خال الاخوان فاش طاح في السومه دل... المليح باقا شاد السومه النعجه المليحه باقا شاد السومه هو شويه راه طاح في الثمن 11 وكل واد ياك كل واد اش واد حروفات كامله السنه الجايره جامعه في السن جامعه تبارك الله شي النعجه المليحه باقا شاد السومه بحال هادشي الاخوان طاح في الثمن راه مابقاش يساوي بزاف تبارك الله حيت العلبه غاليه شي العلبه ما تبارك الله الله يبارك الله كاين المليح خويا عبد الكريم كي جاك السوق اليوم مع بعد الاضراب وشي ما نسوق لي السيمانه كامله ثاني ثاني السيمانه كامله نسوق حتى اليوم تبارك الله قال لك ما جاك برشا ما تسوقش السيمانه حتى الاضراب هذا الشيء والله يسخر اخويا عبد الكريم الله يسخر لك تبارك الله الاخوان هذا الشيء حوليه الله تباعو قال لك 15500 تبارك الله راه السيد العيسي تبارك الله 15500 شحال من خروفه يا خويا؟ شحال من خروفه؟ 12 خروفه تبارك الله لا كاين اللي مليح تبارك الله